GFX Academy. هتكلم على خاصية بسيطة قوي موجودة في الفلاش CS5.5، حاجة اسمها الـ iDropper Tool. الـ iDropper دي عبارة عن حاجة زي بيك، أو بتاخد لي أي طبقة عندي في اللوحة دي. دي صورة عادية جدا أنا شايفها، وببتدي عايز درجة لون معينة أكتب بيها. طيب أنا هكتب هنا مثلا، هعمل layer وأقول عليها text. خلينا نعمل بوستر خفيف كده مثلا يعني، وآخد التكست تول وأقول له مثلا الكلاسيك تكست ماشي أوكي، واللون بتاعي هخليه بالأبيض وأقول له ناتشورال مثلا، منظر طبيعي حاجة زي كده، وأقول له في لير تانية ولا أخليها في نفس اللير مفيش مشكلة، أصغر شوية أقول له freelearners.com. أوكي، وأخلي دي باللون، وآخد بقى حاجة من هنا. بص هنا الـ iDropper Tool أهي اللي أنا بقولك عليها، مجرد ما ببتدي أغير لون يظهر لي حاجة كده عاملة زي القطارة بالمصري يعني، حاجة زي كده تبتدي يظهر لي الابديت عندك فوق في الحتة دي اهي. تعود كده دايما للمعلومة يعني، لما تيجي تعمل بوستر او لوحة او منظر في كلام والكلام ده كله، دايما تاخد اللون بتاعك بتاع الكلام من الخلفية. هناخد مثلا ده، لا مش ماشي ده، مثلا دخلنا في الغوامق وليكن مثلا ده عشان الخلفية بتاعته هنا فاتحة شوية، ماشي هخليه خط 20 واجي على الاتنين دول وهساويهم ببعض، اشيل دي واجي على لاين ليفت واضغط اتنين بالظبط متحازين بسوا بعض. طب انا عملت حاجة زي كده، طيب خليني كمان اعمل حاجه كمان، هبتدي اعمل تطبيقات بقى كتير عشان ايدك تاخد على الشغل. خليني في الاسود، راح جاي كده مثلا اوكي ده اختاره، اروح اغير من هنا او اغير من الاول ما انا عملت، اغير من هنا في الالفه بتاعته واخليها فاتحه شويه. بص هنا الإفكت ده زود شوية ل 26 أوكي، حاجة زي كده. وممكن تقول كمان في التكست هنا في اللاير دي أضيف له كمان، أحط له اللون ده وأقول مثلا فلاش CS5.5 بروفيشنال كورس. مش باينة، خليها في الفواتح. هو واخد الالفا بتاعته، واخد اخر اعدادات. لا انا مش عايز الالفا كده، انا عايزها 100 بالشكل ده، وعايز اللون اللي انا قلت له عليه اللون ده مثلا اوكي. الباك جراوند دي ممكن نقفلها، نخش على دي كده شوية نقلهم، وخلينا ده نصغرها شوية نخليه مثلا 18 كتير 17 كويس. ممكن أضيف له شادو من هنا من فلاتر، لسه ما خدناش دي تنويه عنها، بس فلاتر قول له دروب
شادو، وخلي الديستنس بتاعته 2 مثلا، حاجة زي كده. افردهم شوية عن بعض بضغط شيفت واختار الاتنين دول، بعدين بضغط ايه، اتأكد ان كلهم متساويين مع بعض تمام. وكمان عايز اسوي المسافات بينهم كمان، ممكن اعمل دي سوري دي، اساوي المسافات الرأسية بينهم. مش عاجبني يبقى دي فوق شوية زي ما كانت. اوكي، وانا عملت حاجة زي كده، عرفت ازاي الاي دروبر. الاي دروبر برضو بيجيبها من هنا او باي من الكيبورد، وابتدي على طول اشوف اي حاجة من هنا انا عايزها او اي طبقة من هنا انا عايزها، يبقى اي من الكيبورد ببدأ اختار، وعلى طول بيعمل لي الفيل باكت اهي، بيظهر لي الايقونه بتاعته وبيعمل لي ابديت في الفيل باكت، بحيث ان انا اقدر على طول اشتغل في الارت وورك بتاعي او التصميم بتاعي. مش عايز دي خالص، مثلا هرسم لير تانية، هرسم دي اهي، خليني على دي، اقول له هات لي الاي دروبر الاي او هنا، اقول له خد اللون ده وروح جاي هنا خلاص، بيعمل لي ابديت اي تاني اهو، بيظهر لي اللون هنا، ببقى دايس على الشكل بتاعي او الشيب بتاعي على طول، بيعمل لي حاجه زي كده بالطريقه دي. نزلها تحت خالص مثلا عشان يدي افكت كويس شويه، عامل دي كده على المقاس، حاجة زي كده. دي حكت حاجة بسيطة، تطبيق بسيط. هنحاول بقى نعمل كل حاجة بالتطبيق بتاعها، وأحاول أعمل لك دايما في كل طول تطبيق، عشان تطلع بأكثر استفادة من الكورس وتطلع بشغل كتير وأفكار كتير عندك. أنا عايزك تطلع من الكورس ده تلاقي على طول الشغل بتاعك مستنيك، بس انت كل اللي عليك انت تسمع كويس وتطبق كتير وتبدع كتير، تشوف تصميمات كتير، تشوف توتوريال كتير، تسمع دروس مني كويس جدا، وانا موجود في الاستفسارات اونلاين على طول ان شاء الله. السلام عليكم.